بأكثر من مناسبة أعلن أنه هنالك خصوصية لحزب وخصوصية لشخص في محافظة ديالى. لما نتحدث عن الاستحقاق الانتخابي هنالك قائمة فازت بأربع مقاعد. والاتفاق المركزي صار أنه تكون المحافظة من حصة المكون الشيعي. هذا اتفاق بين كل الأحزاب السياسية. الأخوة في بدر قائمة محققت أربع مقاعد. بس رئيس المجلس السني. أي نعم. فإحنا ملتزمين بهذا التوجيه. إضافة إلى ذلك هنالك وجود شخصية معنوية لها اعتبار كبير في محافظة ديالى وهي شخصية الحاج هادي العامري. إلى الآن إحنا نقول ملتزمين بتوجيهاته في حال تقديم مرشح بديل عن وإذا أصر على ترشيح السيد مكنا. الإصرار أنا أعتقد راح يعقد المشهد وطول المدة أيضا يعقد المشهد. بنقاشاتكم السياسية شفتوا أكو إصرار أم ممكن؟ لا ماكو إصرار بمستوى أنه لو هو لو ماكو غيره. والدليل أنه صار تقديم شخصية تسوية تعرفين بالوقت السابق. ما تخاف لتنخذلون كما حدث بموضوع مطلبكم بتغيير محافظ البصرة وتغيير محافظ كربلاء وجدد لهم؟ احنا ما نعتبر القضية في ديالة ربح وخسارة وهنالك خذلان. خذلان سياسي؟ لا احنا نعتبر القضية هي قضية تكليف. وإحنا بينا وأبرينا ذمتنا أمام الله عز وجل وأمام القيادات في المركز. مسالمين لهالدرجة سيد أحمد؟ لا مو لهالدرجة مسالمين. وإحنا أنا قلت لك الصورة اللي مرسومة على الحركة صورة تختلف عن واقعها اللي جت. والله تخوفون. أي صحيح نخوف. والله تخوفون. ونحتزوا هذا الشيء ما يخالف. وأظل أقول لك لنهاية الحلقة تخوفون، فمو مساهمين لهذه الدرجة إنه ترضون بأي واقع سياسي يفرض عليكم. لا هو إحنا ما دام رجل على السودان وسويتوا رئيس وزراء، ترضون بأي شيء سياسي يفرض عليكم؟ هاي مستحيلة. مو مقنعة لا إلي ولا للمشاهد. لا إحنا عندنا أدوات نشتغل بها، والأدوات أدوات سياسية. رفضنا استخدام الشارع من أجل فرض شخصية معينة، ما نستخدم هذه الورقة من أجل فرض شيء آخر، هذا أولا. اثنين احنا عندنا مجلس محافظة، هذا مجلس المحافظة هو يعبر عن إرادة الشارع وعن إرادتنا، عندنا اليوم اثنين يمثلوننا في الحركة ويعبرون عن رأيهم. نعم. في حال تغييره فأنا أعتقد أنه هذا راح يعود بالاستقرار والأمن للمحافظة والانسجام بين المجلس وبين الحكومة. في حال الإصرار عليه أنا أعتقد ما راح يمرر بسهولة بسبب الرفض اللي موجود. والضغوط العشائرية هنا ما حدثنا بها، جانب الأهم بديالة. الجانب العشائري راد يعني أريد إقحامه بالمشهد السياسي من أجل الضغط يعني ومن أجل تراجعنا خطوة إلى الوراء. وإلا واقعا هو ما نجح له لا نجح أم لا؟ لا الحمد ضبط لله. العشائري الحمد لله يعني الأخوة متفهمين جدا لهذا الموضوع. هو الفكرة شنو كانت؟ كانت أنه إحنا مثلا متوجهين الى اخراج منصب المحافظه من قبيله معينه. واذا نتحدث بالواقع السياسي فان اليوم المناصب السياسيه عندما تقسم على اساس الاحزاب يعني ما رياض التميمي مو ايضا طرح اسمه ان يكون محافظ؟ نعم الشيخ رياض وغيره من الشخصيات الكريمه طرحت.